العيد والتحرير يعيشها أهالي مدينة الباب في ريف حلب. قوات عراقية تحرر مئات المدنيين خلال معارك بالموصل القديمة. ارتفاع عدد مصابي الكوليرا باليمن، وأوروبا تخصص 9,600,000 دولار لمكافحة الوباء. أهلا بكم إلى نشرة أخبار اليوم، وكل عام وأنتم بألف خير. تحتفل معظم الدول العربية والإسلامية الأحد بأول أيام عيد الفطر بعد شهر رمضان المبارك، في حين أعلنت عدد من الدول أن اليوم هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدا الاثنين غرة شهر شوال. وقد تم رؤية هلال شهر شوال في منطقتي شقراء وسدير بالمملكة، إلى أن سلطنة عمان أكدت تعذر رؤية هلال شوال ليكون الأحد المتمم لشهر رمضان، كما أعلن المغرب أن الاثنين أول أيام العيد. وأعلنت إيران أن الأحد هو 30 من رمضان، وأن أول أيام عيد الفطر ستحل الاثنين. في سوريا يستعد السوريون لاستقبال عيد الفطر، وكلهم أمل بأن تنتهي مأساتهم بمجيئه، إذ بدت أسواق محافظة إدلب بحلة جديدة، حيث شهدت ازدحاما وإقبالا كبيرين. في مدينة الدانة أكبر مدن ريف إدلب الشمالي، عجت الأسواق بالمتسوقين من المناطق المجاورة، مستغلين الفرصة ليعيشوا فرحة العيد كما لم يعيشوها خلال السنوات السابقة. المزيد في تقرير مراسلنا مصطفى جمعة. مزدحمة على غير عادتها، تعج بالناس القادمين من المناطق المجاورة للمدينة. إنها أسواق مدينة الدانة بريف إدلب الشمالي، تتدفق إليها الأسر لابتياع حاجياتها من ألبسة وحلوى وألعاب، استعدادا لاستقبال عيد الفطر، كل بحسب قدرته المادية. أما أبو محمد فله رأي آخر، إذ عزم على شراء كل ما تستهويه عينه ليسعد أفراد أسرته بهذه المناسبة. بكرة بعد بكرة عتسي الله العيد، جاي اتسوق على مثلا حلو لباس يا أولادي، يعني بإذن الله، يعني بدي أحرم حالي، المهم ما أحرم العيد، ما أحرمون فرحة العيد بإذن الله، وخليني أعيش هالأربعة أيام العيد، وبعدين يا أخي ما بدي لا أكل ولا أشرب، بس فرح أولادي. هنا الجميع وضع الحرب خلفه وراح يستعد للعيد كما ينبغي. وعلى الرغم من تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، إلا أن معظم السوريين قرروا التغلب على ذلك، فمحال الألبسة والحلوى تعج بالمتسوقين من شتى المناطق. هلا هذا الشيء ما منعنا من أننا نعيش أجواء رمضانية ونعيش أجواء العيد، ونشتري ونجهز لحلويات العيد، ونجهز لأطفالنا ونشتريهم ألبسة العيد، ونحتفل ونعيد. وعلى مدار الأيام العشرة الأخيرة من شهر رمضان، شهدت الأسواق في عموم محافظة إدلب إقبالا كبيرا، بالتزامن مع إجراءات أمنية مشددة اتخذتها المجالس المحلية والشرطة الحرة لتنظيم أوقات التسوق وضبط الأمن داخل المدن الكبيرة على مدار الساعة. أخذت الحرب استراحة، فأعلنت الحياة انقلابا على الواقع، فما تراه من أسواق وازدحام وتحضيرات للعيد ما هي إلا دليل على قوة السوريين على النهوض حتى في أحلك وأصعب الظروف. مصطفى جمعة، أخبار الآن من مدينة الدانة ريف إدلب الشمالي. وفي مدينة الباب بريف حلب يعيش الأهالي أجواء فرحة العيد الذي يأتي هذا العام مع فرحتهم بتحرير المدينة من تنظيم داعش، إذ تكتظ أسواق مدينة الباب بالمتسوقين تحضيرا لعيد الفطر المبارك في أجواء تعبر عن سعادة الأهالي بعودة الحياة إلى مدينتهم. تفاصيل أجواء العيد في مدينة الباب في سياق التقرير التالي. هكذا تبدو الأجواء في مدينة الباب بريف حلب، ازدحام في الشوارع وأسواق المدينة. هو أول عيد بعد طرد داعش من مدينة الباب. فرحة الأهالي هنا بقدوم عيد الفطر ترافقها فرحتهم بعودة الحياة لمدينتهم بعد طرد داعش عنها. في مدينة الباب بعد تحرير المدينة من رجز داعش، الحمد لله رب العالمين، أسواق مليئة بالسكان المكتظة يلي رجعوا من تركيا بعد دمار المدينة بشكل كامل، والحمد لله رب العالمين، مدينة الباب عم بتعيش أجواء عيد كتير حلوة. ألعاب أطفال، محال لبيع الملابس، ازدحام تشهده مدينة الباب،
هي أجواء فرحة العيد. في عيون الناس ترى الحياة والأمل في هذه المدينة، حتى في الليل لا تهدأ مدينة الباب. والبلد نشيطة ميكن ميكن بالعمل هذا، والبلد كل على ازدياد بالشعب وبالأهل، وما توقعت الناس هالازدياد وهالشغل هذا اللي يصير في الباب، في منطقة الباب، والحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله على أحسن، كل نهار على نهار على أحسن. هذه البهجة والسعادة التي تراها في عيون الأهالي فرحا بالعيد تعكس تحد لدى الناس في طي صفحة المعاناة والألم خلال سيطرة داعش. العيد هاي السنة بمدينة الباب برغم كل الدمار اللي سببته المعركة تحرير المدينة من تنظيم داعش، إلا أن العيد في جوات المدنيين فرحة كثير كبيرة، والسعادة بهجة العيد موجودة بوجوه العالم. بالسنوات اللي كان مسيطر عليها تنظيم داعش، كان مسيطر على المدينة خلال 3 سنين الماضية، كان في إرهاب للناس بشكل كبير. كان يقوم التنظيم بكل عيد بإعدام ناس أو مقاتلين من الثوار ووضع رؤوسهم على أبواب الجوامع. أسواق مزدحمة، نساء، أطفال، شيوخ، شباب، جميعهم فرحون في أول عيد للمدينة بعد طرد داعش عنها. وهنا فتى يرفع إشارة النصر مؤكدا أنهم طووا صفحة الظلام التي عاشتها هذه المدينة. إنه الفرح مجددا وعودة الحياة إلى مدينة الباب في ريف حلب. سياسيا، اقتربت قوات سوريا الديمقراطية من محاصرة مدينة الرقة شمال سوريا من جهاتها الأربعة بحسب ما ذكرته القوات على حسابها على تيليجرام. وأضافت القوات الديمقراطية أنها حررت منطقتي شيخ الجمال وكسر الفرح جنوب مدينة الرقة لتصبح على بعد أقل من كيلومترين من إطباق الحصار التام على مدينة الرقة بعد أن تتمكن من السيطرة على الجهة الجنوبية بالكامل. قتل 12 مدنيا بينهم طفلة وامرأة وجرح نحو 20 آخرين في حصيلة أولية إثر انفجار سيارة مفخخة وسط سوق شعبية في مدينة الدانة بريف إدلب الشمالي. وتزامن الانفجار مع وقت الذروة واكتظاظ السوق بالأهالي، ما جعل الحصيلة الحالية غير نهائية ومرشحة للازدياد لوجود عدد كبير من الجرحى إصاباتهم حرجة. كما خلف الانفجار خسائر مادية كبيرة لحقت بالمحال التجارية في السوق. تمكنت فصائل الجيش السوري الحر من صد هجوم واسع النطاق شنه تنظيم داعش من 3 محاور على بلدة حيطبيري في درعا الغربي فجر عيد الفطر، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة استطاعت خلالها فصائل الجيش السوري الحر من صد محاولة تسلل لأفراد داعش، وأسفرت عن مقتل أكثر من 15 مقاتل وإصابة آخرين في صفوف التنظيم. وفي ذات السياق، أعلنت فصائل الجبهة الجنوبية عن رفع جاهزيتها للدرجات القصوى، وشنت بدورها هجوما مضادا استهدف مناطق احتلال التنظيم في تل عشترة وكتيبة الميم دال، كما قصفت براجمات الصواريخ والمدافع الثقيلة تجمعات داعش في تل الجموع والشركة الليبية. نور الهدى القاسم توجهت إلى الرقة مع زوجها الذي انضم إلى صفوف داعش وقاتل إلى جانبهم، ولكن ما لبث أن قتل. نور تحدثت لمفادتنا جنان موسى من مخيم عين عيسى في الرقة عن كيفية تعامل تنظيم داعش معها ومع أولادها. بالنسبة للدولة اللبنانية، يعني أنت هلأ عم بتطالبي أهلك وعم بتطالبي الدولة أنه تترجعي على لبنان، أول شيء يعني شو بتقولي لأهلك؟ ثاني شغلة، ليش الدولة بدها ترجع تاخذك؟ لأنه بتعرفي هلأ كل الناس وحتى المسؤولين بيقولوا أنه هيدي داعش هي أخذت الطريقة هي حرة. لا ليكي، أنا غلطت بهالشيء. أنا أنت مثل ما حكيت لك قصتي، أنا أصلا انغشيت فيهم، أنا يعني مثل ضحك علي، فهمتي بهالشيء. وأنا بعدين صرت لما اكتشفتهم كيف أنا طلعت منهم، أنا ما طلعت كرمال إنه هن حينهزموا. أنا أصلا لو بحبهم كنت ضليت معهم وقاتلت معهم، أنا لو بدي إياهم. حتى هونيك قالوا إذا صار حصار حصار خلص فيها المرأة تقاتل، أنا ما ضليت معهم لأجل هيك. أنا تركتهم هونيك، تركتهم خلص، يعني لو بدي إياهم أنا كنت ضليت معهم.
وأنا بدي أرجع على بلدي هناك، بدي أرجع على لبنان عند أهلي أنا. وحتى أنا غلطت كتير، فهمتي؟ غلطت كتير يعني. أنا بالعكس ندمان كتير، أنا لو بعرف هناك مستحيل أجي الصراحة. كيف المرة يعاملوني؟ احكي لي عن هيدا الظلم، يعني شو عم تقولي ظلموني وظلموا أطفال؟ أعطيني أمثلة. مثل بعطيكي مثل لما أنا قتل زوجي، أخذوني على مضافة، بعيد المضافة قعدت فيها أنا وولادي 12 أخت بغرفة صغيرة، كنا مع أطفال كتير، طوالات كتير كان في، وهيدي ما عدا الغرف الثانية كمان كان في كتير أخوات بنفس البيت، يعني كنا شي أخوات شي فوق 30 أخت ببيت واحد صغير، وأولاد الله أعلم كم ولد، شي 30 ولد أو أكتر. كلياتنا كنا ببيت واحد، التواليت صار فيه كثير بكتيريا وكثير، يعني البيت صار نفس كثير وكثير ميكروبات وهيك. فبعدين اولادي مرضوا، صار معنا مرض الجرب وصار معنا كمان حصبه، المرضين مع بعض، وهيدي المرضين قوية مع بعض، وصارت حرارتهم تطلع فوق 40. واجوا المسؤولين، قلت للمسؤولين انا اولادي مرضى لازم المستشفى، ما حدا اخذ ليهم، تركوا لي اطفالي يعني مرضى، وكانوا اطفالي ايتام وزوجهم وابوهم ما كان مغسول له شي شهر ونص بوقتها، وما اخذوا لي اياهم. وكنت بدي احكي مع اهلي على النت حتى ما خلوني سمحوا لي انزل على النت، وحتى بمضافي قبل كانوا قافلين الباب علينا، ممنوع نطلع، ممنوع نخرج ابدا من البيت الا للشيء الضروري الضروري الضروري. حتى كان في وحده معنا عم تولد بالمضافه الثانيه اللي حدنا، كانت عم تولد، هي عم تولد وما اخذوها على المستشفى، حينزل البيبي منا وما اخذوها على المستشفى. حتى بالنهايه والاخوات اللي معها ما ساعدوها، حتى اجوا رجال هن حملوه واخذوه على المستشفى على اخر لحظه، حتى الاخت كانت حتموت بين ايدينا. وحتى بالشو اسمه بهيدي المضافه كانوا مسكرين الباب علينا، ممنوع نطلع ابدا من البيت، على الاساس خايفين علينا، وما كان في شيء ابدا، بس كذب مشان يامرونا، مشان هن يتصرفوا فينا على رياحتهم، لان ما عندنا ازواج ولا عندنا حدا، مشان هن يتصرفوا فينا بالدنيا. وفوق هيك عن ظلموني ولادي يكونوا مرضى، ما ياخذوا لي اياهم على المستشفى ولا حدا يسال عنهم. فاصل قصير ونواصل نشرتنا، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. أعلنت مصادر عسكرية وأمنية في العراق أن القوات المشتركة ستقتحم وسط مدينة الموصل القديمة بعد وصول وحدات من الشرطة الاتحادية والجيش قرب ما تبقى من جامع النوري، في حين تعمل قوات خاصة على إجلاء المدنيين إلى مناطق آمنة. وأفادت الأنباء أن كل ما تبقى لداعش نحو 500 متر مربع وسط المدينة القديمة يتحصن بداخلها أقل من 200 متطرف، من ضمنهم قناصة وانتحاريون، ومعهم كميات من المتفجرات ومدافع هاون. قتل قيادي بارز في تنظيم داعش بعملية نوعية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب العراقية جنوب غرب محافظة كركوك، بحسب ما صرح به مصدر أمني لوسائل إعلام عراقية. وأوضح المصدر أن القيادي المقتول هو المدعو رشيد مجيد السراي، والملقب بالرماح، ويشغل منصب المسؤول الأمني لناحية العباس غرب كركوك، مبينا أن العملية نفذت تحت غطاء أمني عالي السرية، وقتل في عمق المناطق التي يحتلها التنظيم. فتحت قوات عراقية طرقا لخروج مئات المدنيين لتمكنهم من الفرار من المدينة القديمة في الموصل يوم السبت، فيما تقاتل لاستعادة الحي التاريخي من يد مسلحي داعش الذين يقاومون في مواجهة أخيرة دفاعا عن معقلهم الرئيس في العراق. كشف الخبير في شؤون الجماعات المتشددة الدكتور هشام الهاشمي أن تنظيم داعش يحاول التخلص من البقية الباقية من المقاتلين الأجانب لعجزه عن تصريف شؤونهم، وذلك بدفعهم للقيام بهجمات انتحارية أو ربما ادخرهم للمعارك المؤجلة في الرقة أو دير الزور. تورط فيهم ومحتار في نقلهم وفي من مكان إلى آخر، ليس أقل من 16,000 من هؤلاء العرب والأجانب انتموا إلى هذا التنظيم المتطرف في 3 سنوات، 5,000 منهم أو ربما أكثر بقليل رجعوا إلى بلدانهم بطرق مختلفة، الغالبية منهم قتل، من بقي منهم يحاول هذا التنظيم وهو في مرحلة التحول من أرض التمكين إلى ما تعرف بالدار المختلطة وأرض الحرب
يحاول أن يتخلص منهم بعمليات انتحارية، وربما ادخرهم لمعركة مثل الرقة أو معركة دير الزور أو المعارك المؤجلة بين الحدين العراقي والسوري. سوف يستهلكهم غالبا في معارك تنتهي بعمليات انغماسية وانتحارية. أعلنت منظمة الصحة العالمية منتصف ليل السبت في أحدث إحصائيات لها أن عدد الإصابات المشتبهة بمرض الكوليرا في 20 محافظة يمنية تجاوز 200,000 حالة. وكانت المنظمة أعلنت مساء الجمعة الماضية أن عدد الوفيات بلغ 1,250، ما يعني وفاة 54 حالة إضافية خلال يوم واحد فقط. فيما أعلنت المفوضية الأوروبية زيادة حجم مساعداتها المخصصة لمواجهة التفشي غير المسبوق للكوليرا في اليمن، مشيرة إلى تخصيص 5 ملايين يورو إضافية لهذا الغرض ليصل الدعم إلى 9,600,000 دولار. صرح رياض الشهيبي مسؤول مكتب الإعلام بالقوات الخاصة الليبية أن القوات تمكنت من تحرير شارع 10 وشارع مركز تدريب الكهرباء في بنغازي بعد اشتباكات عنيفة مع العناصر الإرهابية التي تتحصن بالمنطقة. وأكد الشهيبي أن العناصر المتبقية من التنظيمات الإرهابية تعاني تضييق الخناق عليها من قبل قوات الجيش الليبي، خاصة بعد سيطرة البحرية على منطقة سوق الحوت ومواقع وشوارع استراتيجية ومبان بوسط البلاد. جميع محاولات داعش لإنشاء فرع له في الجزائر باءت بالفشل، ويرجع كثير من الخبراء هذا الفشل إلى عدم وجود حاضنة شعبية للأفكار المتطرفة التي يحملها التنظيم، فضلا عن الوعي الكبير لدى شباب الجزائر، وأن هذا التنظيم يستغل الدين لتبرير أعماله الإرهابية، وهو ما يراه خبراء أن مشروع داعش في الجزائر لم يولد وإنما تم إجهاضه. الحالة الأمنية في الجزائر حسنة بصفة عامة، حسنة ما عدا من حين إلى آخر عمليات بسيطة يتم التحكم فيها في الحين أو يلاحقوه ويقضيوا عليهم فيما بعد. سقوط رموز الإرهاب أثرت في الإرهابيين، لذلك قلت لك في الإرهابيين بعد سقوط رموزهم كاين من استسلم ومن تخلى عن الإرهاب ومن استمر وتم القضاء عليه من طرف مصالح الأمن. هذا من جهة. إذا كان الشباب الجزائري ما استجابش لهذه العمليات نتاع التجنيد، قلت لك لأنه تم تطعيمه، هو محصن فكريا وثقافيا وتاريخيا، هو شايف عاش تجربة مريرة عاشتها البلاد، هو كان في وسطها، يا إما كان طفل يا إما شاب وإما عاشها. لذلك هو احنا اقل الناس انجرار وراء السراب هذا المدمر تاع الارهاب. قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش إن قطر لديها جدول أعمال يقوض أبناء منظومة دول الخليج، وإن تسريب قطر لمطالب الدول الأربع قوض الوساطة الكويتية. وأضاف قرقاش أن الدول المقاطعة تطالب بضمانات لأي حل دبلوماسي محتمل مع قطر. وتابع قرقاش أن ما يحدث هو محاولة لوقف قطر عن دعمها للإرهاب والتطرف، مشيرا إلى أنه ليست هناك نية لأي نوع من التصعيد العسكري، وأن المحاولات الدبلوماسية ما زالت جارية لحل الأزمة مع قطر. أدى اشتعال نيران في شاحنة صهريج تنقل محروقات في وسط باكستان الأحد إلى سقوط 123 قتيلا وجرح أكثر من 100 شخص حسب ما أعلن مسؤول محلي. ووقع الحادث في وقت مبكر الأحد قرب مدينة أحمد بور الشرقية التي تبعد 670 كيلومترا جنوب العاصمة إسلام أباد. وأعلن الجيش الباكستاني أنه أرسل مروحيات لنقل المصابين، ووضعت المستشفيات المجاورة في حالة استنفار. فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل.
أهالي بنغازي يعيشون فرحة العيد بنكهة الانتصار على الإرهاب. أهلا بكم من جديد، والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا مع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت تقنية جديدة تترجم كلامك إلى أكثر من لغة بنفس الصوت. نجح الباحثون في تطوير تقنية تتيح للفرد ترجمة أي شيء يقوله إلى لغات أخرى متعددة بصوته، وهو ما يعني أنه من الممكن أن يتحدث الشخص بعدة لغات دون الحاجة إلى تعلمها. وإلى صحيفة الغد الأردنية التي عنونت جالكسي نوت 8 سيكون أغلى هواتف سامسونج. تستعد شركة سامسونج لإصدار أغلى هواتفها الذكية حتى الآن في أيلول القادم، وسيصل سعر الهاتف إلى حوالي 999 يورو، أي ما يعادل 900 دولار في الولايات المتحدة الأمريكية. صحيفة الإمارات اليوم عنونت فيسبوك يطلق مبادرة لمكافحة الكراهية في بريطانيا. أطلق موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي مبادرة في بريطانيا لتدريب وتمويل منظمات أهلية بهدف محاربة التطرف وخطابات الكراهية. وتأتي هذه المبادرة بعد أسبوع من إعلان شركة فيسبوك عن خطوات قدمتها لإزالة محتوى الكراهية من على موقعها. أما صحيفة القبس الكويتية فقد عنونت جوجل ستتوقف عن الاطلاع على بريد جيميل. قررت جوجل التوقف عن الاطلاع على محتويات البريد الإلكتروني لمستخدمي خدمة جيميل لترسل لهم إعلانات تتماشى مع اهتماماتهم، علما أن المجموعة الأمريكية تعرضت لملاحقات وانتقادات في هذا الخصوص. وصحيفة البيان الإماراتية عنونت اليوم خبر صادم لمستخدمي تطبيق واتساب. كشفت دراسة حديثة أن تطبيق واتساب قد لا يكون آمنا كما كان يعتقد من قبل، إذ عثر على عيب في التطبيق يمكنه الكشف عن موقع المستخدم بعد إرساله لرابط باستخدام التطبيق. وتشير الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يفترضون أن الرسائل المرسلة عبر الخدمة لا يمكن التعرف عليها تماما قد تكون أقل حماية مما يعتقدون. يستقبل أهالي مدينة بنغازي عيد الفطر بفرحتين، فرحة العيد المبارك وفرحة تحرير آخر معاقل الإرهاب في مدينتهم التي عانت كثيرا من ويلات الإرهاب وهمجيته. التقرير التالي والمزيد من التفاصيل حول عملية التحرير التي أشرفت عليها القيادة العامة للقوات الليبية. هكذا هي الصورة في الساعات الأولى من الاقتحام الذي أعلنت عنه قيادة القوات الليبية لتحرير أحياء من مدينة بنغازي كانت تحت سيطرة الجماعات الإرهابية بمنطقة الصبر وأجزاء قليلة من سوق الحوت. تقدم ملحوظ لقوات الجيش الليبي من على جميع المحاور بعد حصار شديد فرضته على المجموعات الإرهابية التي تتحصن في هذه العمارات، كما كثف سلاح الجو الليبي غاراته على معاقل تنظيم القاعدة وداعش وميليشيات متحالفة معهم في منطقتي الصبر وسوق الحوت في مدينة بنغازي. تقدمت على إثرها وحدات الجيش البرية إلى عمق هذه المناطق وقامت بإزالة عدد كبير من الألغام والمفخخات. استطاعت الكثير من 106 مشاة والقوات المحلية من السيطرة على مدينة شمال بنغازي والمباني المطلة لها في محور سوق الحوت، والوصول إلى هذه النقطة يعد تقدما استراتيجيا. نرافق القوات الليبية في الخطوط الأمامية لرصد تحركات أفراد داعش داخل المناطق المتبقية والاستعداد للحرب الأخيرة هنا. أيام قليلة تفصلنا على تحرير كامل المناطق التي تسيطر عليها داعش في بنغازي، خصوصا بعد تضييق الخناق على العناصر المتبقية وإعادة السيطرة على المنطقة البحرية ومنطقة سوق الحوت ومواقع وشوارع استراتيجية ومبان بوسط البلاد. يعيش أهالي بنغازي الليلة الأخيرة من رمضان في جو يسوده التكافل والتراحم في معرض خيري لمساعدة الأطفال،
ويستعدون لاستقبال العيد بفرحتين، الأولى بقدوم عيد الفطر والفرحة الثانية بتحرير مدينتهم من تنظيم داعش. مغازي ما زالت بهلا، مغازي ما زالت ناسها وأصحابها، وإن شاء الله بإذن الله نحيوا مغازي من أول وجديد وترد كيف 2012 أفضل بإذن الله الواحد أحد. الأجواء شو نقول لك، يعني الأجواء الرمضانية في بنغازي بعد التحرير، بنغازي يعني شو نقول لك، بنغازي كبيرها بناسها وكبيرها بفعل ناسها وكبيرة بجيشها وكبيرة بانتصاراتها وكبيرة بالخير اللي تدير فيه. نحن اليوم قاعدين متسامين هنا في فندق جليانة دارين عمل خيري، يعني وروا ان بنغازي الخير يطلع من بنغازي، الناس اللي فيها الخير اكثريتها في بنغازي، وش نقول لك يعني نحن خلينا الشيء يطلع كسبناه من بنغازي. الاجواء اكثر من رائعة الصراحة، عشت اجواء رائعة من فترة ما عشتهاش، يعني من اثناء الحرب كانت يعني وجود العائلات ووجود الشباب الحلوين، الضيافة الرائعة جدا، كل شيء كان حلو، تنظيم الرائع، يعني حاجة الصراحة رائعة جدا جدا. أنا اليوم عشت يوم وفطرت فطور كان يعني لي فترة ما عشتهاش اليوم، والله جدية بصدق. بالنسبة للأجواء الرمضانية في بنغازي، يعني رغم الناس بالنسبة لمشكلة السيولة، رغم هذا كله يعني الناس تطلع وعايشة أجواء رمضان، وأكبر دليل المعرض هذا، يعني بالنسبة إنه هو معرض خيري لأن الناس جاية تغير في جو. وأنا مجرد ما اتصلوا وكلموني على طول ما رفضتش وقلت خلي الواحد يشترك ويعيش أجواء رمضان. حذرت دراسة حديثة من أن الضجيج والتلوث السمعي الصادر عن وسائل النقل المختلفة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري. وأرجع الباحثون في الدراسة ذلك لسببين، أولهما أن الضوضاء تزيد هرمون التوتر الذي يؤثر في عملية التمثيل الغذائي للأنسولين، وثانيهما أنها تزيد مشاكل النوم التي تؤثر سلبا في عملية التمثيل الغذائي على المدى الطويل. قبل أن نودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. فرحة العيد والتحرير يعيشها أهالي مدينة الباب في ريف حلب. قوات عراقية تحرر مئات المدنيين خلال معارك بالموصل القديمة. ارتفاع عدد مصابي الكوليرا باليمن وأوروبا تخصص 9,600,000 دولار لمكافحة الوباء. وصلنا إلى الختام، للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. شكرا للمتابعة، نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار، إلى اللقاء.